اليوم حتكلم لكم عن قطعة موجودة في دولاب كل واحدة فينا. هذا الشيء يرجع لأنها من القطع الكلاسيكية اللي بتبرز جمال المرأة مهما كان جسمها، اللي هي البنسل سكيرت أو تنورة قلم الرصاص. وحعطيكم كم تنسيق ليها بحيث أنكم في كل مرة تلبسوها كأنكم لابسينها بشكل جديد. أول لوك اللي هو لو لبستوا معاها القميص الأبيض، ودائماً عادةً إحنا نربط القميص الأبيض مع التنورة البنسل سكيرت بشكل رسمي ومناسبة لرحلات العمل ومناسبات العمل. إذا ممكن تضيفوا لها عقد كبير وجاكيت رسمي بيعطيكم لوك كلاسيكي وأبداً ما بيبطل. ثاني لوك إذا لبستوها مع تيشيرت أبيض، خصوصاً الآن رجعت التيشيرتات البيضة بالطبعات الملونة، فإذا حبيتوا تلبسوها داخل التنورة أو ممكن تخرجوها بشكل خارجي وتعملوا ربطة من قدام شكل العقدة. وإذا حبيتوا تلبسوها بطريقة كاجوال ممكن تلبسوا معاها تنس شوز، وإذا حبيتوها لمناسبات الليل تلبسوا معاها كعب عالي. تنورة قلم الرصاص من أحلى التنانير اللي ممكن تضيف لكم شكل أنثوي، خصوصاً إذا لبستوها مع قميص أنثوي، يعني مثلاً قميص حرير أو شيفون، خصوصاً الآن رجعت موضة البلايز الأورغانزا. فتخيلوا مثلاً إذا كنتوا لابسين قميص أورغانزا مع بافي شولدرز ودخلتوها جوا التنورة حتعطيكم لوك من الآخر. تنورة قلم الرصاص الجلدية، طبعاً هذا اللوك بيعطيكم لوك جداً خريفي وشتوي، خصوصاً إذا لبستوه مع سترة صوفية. إذا ممكن تدخلوها داخل التنورة تلبسوا معها حزام جلدي عريض، وممكن كمان تنسقوا معها كوت جلدي بيكون بنفس طول التنورة. كل كروب توب عندكم ممكن تطلعوه لأنها أخيراً رجعت موضتها في السوق. تقدروا تنسقوا الكروب توب مع التنورة قلم الرصاص وتلبسوا معها جاكيت يكون بنفس طول التنورة وحلق كبير وتعملوا بوني تيل، وحيكون شكلكم مناسب للخريف والشتاء. آخر لوك لليوم حاعطيكم هو لتنسيق تنورة قلم الرصاص، وهي التنورة بالطبعات. الآن صرنا نشوف كثير رسمات وطبعات للتنانير، وممكن تنسقوها مع قميص تكون بنفس خامة التنورة، يعني نفس الرسمات اللي في التنورة مع البلوزة، أو إذا حابين تكسروا هذا الشكل بأنه يكون عندكم قميص بنفس لون الطبعات الموجودة في التنورة. تنورة قلم الرصاص الجلدية طبعاً هي من أحلى التنانير اللي ممكن تلبسوها في فصل الخريف والشتاء، وبيكون تنسيقها جداً سهل، يعني ممكن تلبسوها مع كنزة صوفية من فوق مع كارديجان يكون صوفي. ولكن أهم شيء الاهتمام بها، إذا حبيتوا تكون عندكم التنورة دائماً بشكل جديد علقوها في العلاقة الخاصة بالتنانير، لأنه الجلد إذا مثلاً تكرمش أو توسخ مستحيل يرجع زي ما كان عليه قبل ما اشتريتوها. إن شاء الله تكونوا حبيتوا كل التنسيقات اللي قلت لكم هي لتنورة قلم الرصاص، وإذا ما كانت عندكم لازم تشتروها لأنها من القطع اللي أبداً ما بتبطل.